القمة السابعة هنا في الجزائر التي تنطلق اليوم يعني باجتماع الخبراء ذات أهمية متعددة الأبعاد، سواء على البعد الجيوسياسي أو الاقتصادي أو حتى البعد البيئي، لأنه هذه هي الركائز الأساسية لما يسمى التنمية المستدامة، اللي هو عنوان رئيسي للعالم الجديد، عالم القرن 21 والقادم بطبيعة الحال. فهذه المرتكزات الثلاث هي الأبعاد الأساسية للقمة في حد ذاتها، لأنه الآن سوف نتحدث من خلال القمة الاهتمام الدولي في قمة الجزائر متأتي من هذه الأبعاد الثلاث. الجانب الجيوسياسي الذي تأثر بناء على وضعيات متداخلة من الأزمات المترامية الأطراف على كل المعمورة، معمورة الأرض، هو من الأسباب الرئيسية التي تجعل من سلاسل الأمداد والتوريد والعلاقات المتبادلة فيما يخص الإمدادات الطاقوية المختلفة وعلى رأسها الغاز، الذي أثبت مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الدولية خاصة على رأسها، حتى نعطي أمثلة، أزمة روسيا وأوكرانيا، يجعل الجميع يهتم جدا بمخرجات قمة الجزائر. النقطة الثانية التي نتحدث عنها وهو الجانب الاقتصادي، هنا نتحدث باختصار على كل حال حتى لا نطيل، لأنه عندما تحدث عن الجانب الجيوسياسي يمكن أن نتحدث لساعات. الجانب الاقتصادي أصبح الآن الغاز يدخل ضمن التركيبة الأساسية الطاقوية للمنظومة الصناعية، المنظومة الاقتصادية عالميا، خاصة وعندما نتحدث عن الدول الاتحاد الأوروبي التي تصنف على أنها، إلى جانب الصين، على أنها المحرك الصناعي للاقتصاد العالمي. والأزمات الجيوسياسية التي أعطينا مثال روسيا وأوكرانيا من مرتداتها المباشرة كانت على الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر رقم 2 في التوريد لمادة الغاز يهتم من خلال كل دوله والمنظمات التابعة والمؤسسات أو الشركات متعددة الجنسيات، وامتداد ذلك للدول الأخرى عالميا، كلها تهتم أيضا وتنتظر ما سيكون يوم السبت من مخرجات القمة السابعة للجزائر.